السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة المحترفة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبك الفيديو لا تبخل بضغط اللايك وتعليق محفز فضلا وليس أمرا. تابعوا الشرح. اليوم شرحت هذا الفيديو، هذا إثبات السحب وصلت العملة اليوم، شرحته بالصباح وصلتني الحين بقيمة 88 دولار حاليا سعرها، بس هي مجمدة يعني بعد 3 أشهر بيفرجوا عنها، أو كل مرة يحطون إيفنت بتسوي معهم الإيفنت هذا وخلاص، ويخلوك آخر شيء يخلوك المبلغ هذا تقدر تسحبه. الطريقة هنا بخلي لكم هذا الرابط نفسه، هذا الفورم، بس هو الفورم بس ل2500 شخص، ما أدري الصراحة كم الحين واصل، لأنه بكرة بيخلص الإيفنت 28/3، الحين ما أدري كم من واحد تسجل في هذا الفورم، ممكن يكون تسجلوا 2500 كلها، لأنه أكثر من 2500 ما رح تستفاد شي ولو إنك تشتري العملة. فما أدري والله، أنا يوم شرحته ما كان الصباح لما شرحته ما كان واصل 2500. المهم الناس يسألوني طريقة تسجيل كيف، بنروح على هذه المنصة اللي طالبينها في الفورم، مثلا نروح على تريد، لازم أول شي تحول رصيدك من الإثريوم، إذا عندك رصيد هنا أوكي، ما عندك تروح على الماي إثريوم والت ولا أي محفظة عندك فيها عملة الإثريوم، تيجي هنا تسوي ديبوزيت، تضغط على هذه تسوي ديبوزيت، تاخد رابط عفوا تاخد الوالد حقك وتروح على الاتريوم حقك تحول المبلغ. المبلغ تقريبا 0. انا كم حولت لهم بالضبط بشوف، هذا هو اللي حولت لهم 0.69، حولتها على المنصة هذه، وبعدين جيت سويت تريد هنا في مدور على العملة هنا مثلا HTX مقابل الإثريوم، تظهر لك هذه انت راح تشتري، انا عندي الرصيد اصلا مشترياه، بتجي هنا تكتب 10,000 اوكي، وبعدين تنزل تحت بتشوف اخر سعر مناسب هو هذا، وبيقول لك كم راح تدفع بالضبط 10,000، هذا هو 0.004، يعني ما يتعدى 0.68 سنت يعني تقريبا. وبعدين تيجي هنا order history، order مش open order، order history، وتسوي سكرين شوت لهذا كله، تعبي الفورم وتطرش لهم، وبعد 5 ساعات تقريبا توصلك العملة. بس انا مش ضامنة انه خلص الايفنت ولا لسه، يعني 2500 انه اشتركت في الصباح وقلت لكم سارعوا بالتسجيل. عموما يلا بينا على ايردروب جديدة معنا. اول منصة هذه المنصة طريقة التسجيل فيها سهلة جدا، تتسجل عادي كأي تسجيل في اي منصة، مش طالب ولا شي، طالب بس انفايت فريند، احالة. فانت يوم تاخد رابطك بتسوي احالات كتيرة، شو راح يعطيك؟ راح يعطيك هنا بنروح جيت فري كريبتو، بيقولك بيعطيك 1 إثريوم 1 أوميجي 1 لينك، سعرهم الحين اللينك 2.26 دولار، وهذا 1 دولار، موجودين على كوين ماركت كاب. على كل حالة بتاخد هذا. يلا بينا على ايردروب تاني. معنا هذا الايردروب موجود على كوين ماركت كاب. طريقة تسجيل سهلة جدا، تروح على سينجاب هنا تختار continue with facebook ولا with هادي، انا داخلة بالفيسبوك على طول، بنروح على continue with facebook، تجيك هالواجهة، تروح على my account، قبل كل شيء اول شيء تروح تحمل هذا التطبيق على موبايلك عشان تسهل الامور عليك، لانه انا اليوم الصباح
في كمبيوتر تاني مع أختي، سويت لها نفس الحساب وهي جمعت ما شاء الله تقريبا 50 دولار 100 دولار، اشتغلت عليه وسويت لها ربط كيسي حقها مع الموقع وقدرنا نسحب. ان شاء الله براويكم تبعت السحب في الجهاز الكمبيوتر الثاني. انا لسه لانه بسوي كتير اغلاط وهنا في الموقع. المهم طريقة الاشتغال في هذا الموقع، تروح على تيك سيرفي وتجيب او تجاوب على الاسئلة كلها، اسئلة تركز في الاسئلة لانه بيتم الحظر اذا ما ركزت. مثلا هنا لما تشوف دابل، يعني اعرف ان الدابل بيعطيك قيمة هذا دابل، فتاخد تيك سيرفي. ما راح اسويها الحين لانه مش ناوي اشتغل فيه حاليا. بتسويه بتركيز ضروري لانه ممكن يجيك انذار في الاول وانذار تاني وبعدين يحضرون الحساب. فاذا انت مش مركز ولا شيء، لا تسوي بطاقة الهوية حقك ولا شيء، لا تربط حسابك ببطاقة الهوية، لان عندك حق بس حساب واحد ما بطاقة هوية واحدة، ما عندك حق مرة تانية. انا لسه ما ربطت عشان كده خايفة يعني نحضر حسابي ويصير مشكلة، لأنه ربطت بطاقتي الهوية وبعدين بسويها. بس مع اختي سويت لها وسحبت اليوم، وان شاء الله بنحولهم دولار ونسحبهم كاش. فخلاص هذا الموقع هنا تيك سيرفي لازم تركز فيه جدا جدا، يعني ما يلعبون معانا وقاعدين يعطونا الصح. اذا تبغى تشتغل انصحك بهذا الموقع، شغله مرة حلو. شوف كم في اليوم عندك من واحد. المهم بنروح على موقع تاني معنا، هذا الموقع CLT توكن، موجود على كوانجيكو. هذا سعرها، وموجود على كذا، هشوف المنصات اللي موجودة عليها. كريس موجود على المنصة. طريقة تسجيل سهلة جدا، وراح تظهر لك هالواجهة أول ما بتدخل وبتحل كاباتشا هنا. الحين بنحلها قدامكم. هذه يقول لك ايس سنت، بعدين باك تو داشبورد، وهنا خلاص هذا الداشبورد حقك. هنا عندي 51 نقطة انا من العملة، السحب على 500. هنا الإحالات، يجيب الإحالات. هنا ايرن، شوف كم راح تشتغل في اليوم، بيعطيك يعني كتير، إذا ممكن تجمع في يومين فقط. فمثلا نروح على CPA offer PTC، موجود. بنروح على CPA، هذا يقول لك مثلا تسجل في الموقع هذا وتاخذ 3 قطعة، هذا يقول لك نفس الشيء تسجل وخذ 2. كل واحد يعني حاط عرض، وحتى انت ممكن تكون معلن هنا. طب مثلا تبغى حد يتسجل لك تدفع له بهالعملة، فممكن يعني عادي. كل ما سويتها بيكون عندك البوانت هذا، والبوانت ممكن تحولهم الى عملة. فموجودة على كوانجيكو، موقع صادق ويدفع. ومعنا هذا الموقع عبارة عن منصة فيها رول، فيها كل شيء. تاخذ العملة هذه جراند فري، تاخذ منصة القطعة الواحدة تساوي 2.2 دولار. بس انا دورت على كوان جيو وكوان ماركت كاب ما حصلتها، ممكن راح تنزل عن قريب. السحب على 500 قطعة، انا عندي 14.3، ولازم تكون الليفل 2، انا في الليفل 1 لسه. فبنروح على فري، go to كده to free، بعدين roll، وبنشوف كم راح يعطينا 0.1. وبعدين نيجي هنا مثلا نشوف فيديوهات، فيديو بيحطون الناس الفيديو، مثلا يقولك شوف فيديو حقي وبدفع لك كده على اليوتيوب. وهذه الأمور يعني الناس اللي تبى تعلن نفس الشيء، تحط هنا الفيديو حقها تجيب مشاهدات وخلاص. معنا هذا الايردروب عملة ليت، بيعطي 100 قطعة مقابل 4 دولار.
نجي هنا نحل الكاباتشا وبعدين نسوي لهم فولو جوان تليجرام شانيل جوان تليجرام جروب وبعدين تويتر كل شيء راح يطلع لك هنا وبعدين تيجي هنا سبميت ماي ديتا نحط لهم ماي اتريو نحط لهم التويتر حقنا ماي اتريو مولد ويقول لك البالانس راح يكون كل 6 ساعات وبعدين تاخذ رابط الإحالة وتروج. ومعنا هذه المنصة المشهورة اللي فاتها CNB توكن الحين فاتحين CNG على هنا نروح على الريفرال لسه اكتيف. الناس اللي لسه ما فعلت الوثائق معاي تروح تفعل تاخد CNG وعلى كل احالة بتاخد 30,000 CNG وعلى تاني احالة 15,000 هي كده. المنصة جدا صادقة استغلوا الفرصة الناس الجدد والناس اللي لسه ما فعلت الوثائق معاي تروح تفعل. فهذا كان شرحنا اليوم اشوفكم في شرح تاني ان شاء الله. انا بحد رايكم تطبيقين مرة حلوين كسبت فيهم حلو هاليومين بس افهم منه شغلة واحدة واسوي لكم شرح. اشوفكم على خير مع السلامة.